وإلى مصر أيضا، فقد كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاياني بالقاهرة بأن الجانبين ناقشا عددا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك سبل الاستفادة من الموارد الطاقية باعتبار مصر مركزا لشرق المتوسط في مجال الطاقة والغاز. تناولنا قضايا الإقليمية ذات الاهتمام، القضية الفلسطينية، الأوضاع في ليبيا، الشرق المتوسط وكيفية الاستفادة المشتركة من الموارد القائمة. مصر كمركز للشرق المتوسط في مجال الطاقة وفي مجال الغاز. ينضم إلينا سمير عمر من القاهرة للحديث عما تم مناقشته في هذه المحادثات المصرية الإيطالية. تفضل سمير. فضيلة، هذه المحادثات الموصوفة من الجانبين بالأهمية والمهمة والاستراتيجية يمكن تلخيص ما دار فيها وما جاء من نتائجها في الآتي: أولا، اتفاق كامل بين القاهرة وروما على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعاون الثنائي وبخاصة في مجال الطاقة والعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. وعلى سبيل المثال، هناك وفد من مجلس الأعمال المصري والإيطالي يعقدان اجتماعا لمناقشة المشروعات المشتركة بين الجانبين وبالتحديد في مجال الطاقة. الأمر الآخر هو ما يتعلق ب ملف الهجرة غير الشرعية، حيث ترى إيطاليا أهمية لدور مصر في هذا الملف وأهمية تعزيز التعاون بين ضفتي المتوسط شمالا وجنوبا للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية. وفي هذا يتفق ما اتفق عليه الجانبان المصري والإيطالي مع ما سبق وأكده وزير الخارجية الإيطالي في زيارته لتركيا وكذلك لتونس. الملف الثالث هو ما يتعلق بالأزمة في ليبيا، وهي وإن كانت محل اتفاق في حدودها الدنيا إلا أن تباينا بين الرؤيتين المصرية والإيطالية مع الاعتراف بأهمية دور كل من الطرفين في المشهد الليبي يؤكدان على أهمية التوصل لحل سياسي وإن كان هناك تباين في كيفية التعاطي مع هذا الملف على الأرض. الملف الرابع وهو ما يتعلق بالقضايا الاستقرار في المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، الجانب الإيطالي أعاد التأكيد على أهمية التوصل لحل يقوم على حل الدولتين، وهو كذلك ما أكده وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي شدد على أن مفتاح حل القضية هو حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في دولة مستقلة على حدود 4 من يونيو حزيران. إجمالا فضيلة، هذه الزيارة مهمة من وجهة نظر البلدين، ستؤسس لمرحلة مهمة في التعاون بينهما في عديد الملفات. شكرا جزيلا سمير عمر مراسلنا في القاهرة.